السلام عليكم ورحمه الله، كنتمنى تكونوا بالف خير ان شاء الله. مرحبا بكم في فيديو جديد مع لابيغ الغوز. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله في احسن الاحوال. اذا جيت هنايا نجاوب على اسئله لحقاش كثرت بزاف، خصوصا بموضوع ديال لي جورني كيبيك، او داك النهار فاش غادي يجيو الشركات ديال كيبيك الى الدار البيضاء. كاينين بزاف ديال الاسئله، فمن الصعب انه نجاوب كل واحد بوحدو. اسئله كتكرر خصوصا فيما يخص واش انا غنتقبل واش ما غنتقبلش. مثلا كاين اللي تيسول مثلا انا عندي خبره في واحد المجال وكاين ما عنديش ديبلوم، او لا عندي ديبلوم وما عنديش خبره، او واش غنتقبل واخا ما عنديش الباك. هادو اسئله ما يمكنش لي انا نجزم فيهم. انا اللي كنعرف انه شركات كنديه جويين باغيين يوظفوا اكيد غادي يقلبوا على كفاءات، ولكن هذا لا يعني انه ما كاينش احتمال انه الانسان يتقبل. يجرب حدو. انا في الفيديو ديال فيديو كيبيك حطيت فيه جميع الروابط، وريت جميع المواقع، حطيت لي ليان في صندوق الوصف. يعني الانسان يجرب حدو، يمشي يتسجل، يحط لو سيفي ديالو، يحط لا ليتر دو موتيفاسيون ديالو، ويشوف واش غادي يصيفطوا ليه الدعوه على انه يجي او ما غيصيفطوش ليه. فهاد الشيء انا ما كنعرفش اشنو، يعني انا ما تسجلش فيهم باش نعرف كيديري المراحل الماجيه. كذلك بزاف صوروني على العنوان، العنوان هما ما حاطينوش للعامه، حاطينو غادي يصيفطوه فقط للناس اللي غادي يحضروا، اللي غيصيفطوا لهم لانفيتاسيون وغيتسجلوا، هما اللي غيصيفطوا لهم في الايميل، غيصيفطوا لهم العنوان. اذا العنوان ملي كتسولوني عليه انا ما عارفاش العنوان. كذلك واش غادي نتقبل واخا ما عنديش لغه، واش هادي داكشي كامل انا ما يمكنش ينجزم فيه، حيت بزاف الناس صحابهم واش انا عندي علاقه مع هاد الشركات، اولا واش انا من شي كابينه ديال الهجره، لا ما عنديش علاقه نهائيا بهذا الشيء، ماشي استشاريه في الهجره، انا فقط عندي معلومات اللي لقيتهم قاسمتهم معكم، باش وعد حاولت نعطيكم المعلومات اللي عندي مضبوطين وحقيقيين، وحطيت لكم الروابط ووريتكم المواقع باش نتوما تمشيو تقلبوا على راسكم وتشوفوا. يعني بحال كنوريكم واحد الباب وتنقول لكم ها الساروت ديالو، ولكن نتوما اللي خصكم تحلوا تمشيو تكتشفوا، لحقاش انا يمكنش يكون عندي واحد العلم بكل شيء، وما كنبغيش نجاوب على شي حاجه اللي انا ما متاكداش منها 100%. نقول شي واحد مثلا لا راه ما غيقبلوكش، وهو ربما ضيعت عليه واحد الفرصه، اولا واحد نقول لي راه غيقبلوك 100% وانا ممكن نعطيه واحد الامل اللي غادي اللي ما غاديش يوصلوا لشي بلاصه، وفي الاخر غتكون عنده خيبه امل وغنتسمى بحال انا اللي عطيته معلومات خاطئه. ولهذا فكرت ندير هاد لا فيديو باش نفسر هاد المسائل كامله. دونك جورني كيبيك، سيروا المعلومات اللي كاينه، قلبوا، تسجلوا، والكمال على الله. الانسان كيجرب في ما كان شي باب، الا كانت عنده اكيد الرغبه في انه يلقى عقد عمل، في ما كان شي باب يدقوا ويجرب الحظ ديالو، وان شاء الله الا كانت فيها الخير راه غادي تيسر. فوالا حاجه اخرى، لقيت بزاف ديال الاسئله اللي الاجوبه ديالهم كاينين في لي فيديو. يعني انسان كيدخل لا فيديو ما كيشوفهاش اصلا كامله، كيشوف غير الاول، ومن بعد كيطرح سؤال اللي كان ممكن غيلقى الجواب ديالو بسهوله في لا فيديو، حيت الا طرحتي سؤال ممكن انه يعني ما نشوفش السؤال في الوقت، ونصدق ضيعت عليك انت واحد الفرصه مثلا على المشاهد. فمن الافضل انسان يشوف لا فيديو، ينتبه، يشوف صندوق الوصف، يشوف جميع المراحل اللي في لا فيديو، راه اكيد غيلقى الاجوبه على اغلب الاسئله. ديك الساعات ملي غيكون شي سؤال ما كاينش الجواب ديالو، تما راه اكيد غنجاوب عليه ان شاء الله على الرحب والسعه. كاينين ناس ثاني بزاف كيصيفطوا لي السيفي ديالهم في الخاص، يقول لي عافاك شوفي لينا واش كتعرفي، شوفي لينا نخدموا. انا ما عندي حتى علاقه بشركات، ما يمكن لي نخدم حتى شي واحد، ما كنعرفش يعني حتى شي حاجه، فقط معلومات اللي لقيناهم في مواقع رسميه ديال كيبيك، وتقاسمتهم معكم، لانه احيانا تيكونوا فرص غير المعلومه اللي ما كتكونش منتشره. فهذا هو الهدف ديال القناه، انا ولا كانت شي معلومه غيستافدوا منها الناس كنشروها، اما انا راه ما يمكن لي نخدم حتى شي واحد، ما عندي حتى شي سلطه، ما عندي علاقه مع حتى شي كابيني دو ريكروتمون، ني كابيني دي ميغراسيون، ني حتى شي حاجه، حتى شي اختصاصي في الهجره، ما عندي معاه حتى شي علاقه. دونك جيت فقط نوضح، حيت فريمون كيبقاو فيا الناس كاينين كيسحبهم انني انا اصلا ما بغيتش نعاونهم. انا ما عندي حتى شي، كما قلت لكم ما صيفطتي لي السيفي ديالك، انا ما عندي لا شركه، ما كنعرف ناس اللي ممكن توصل الانسان نهائيا، فقط مواقع اللي هي رسميه، دي ريكروتمون اللي هما رسميين، راني نشرتهم معكم، وكنتمنى الانسان يمشي جوسكوبو، يقلب، يسول، يمشي يعيط. راه خليت لكم الموقع كذلك ديال داك البيرو اللي تحل في الرباط،
بيرو دائم لتحل في الرباط ديال كيبيك، فهو اللي كينظم هاد لي جورني كيبيك اللي غيكونوا في ابريل. كاين النمره ديال التليفون ديالو، حطيت لكم لو ليان، حطيت لكم النمره ديال التليفون راه كاينه في الفيديو، عيطوا ليهم وسولوا تاكدوا. يعني اللي باغي يتاكد على اي معلومه اللي بغاها بالنسبه لي جورني كيبيك فاكيد هما غيجاوبوا حيت هما اللي منظمين جورني كيبيك، متفقين؟ بالنسبه كذلك لي سي في، حيت اكيد الا بغيتي تسجل في جورنال كيبيك غيطلبوا منك سي في، غايقول لك سي في كنديان. سي في كنديان قلبوا في الانترنيت، راه اكيد غادي تلقاو الطريقه باش كيتكتب، كلشي كاين في الانترنيت دابا، غتلقاو الطريقه باش كيتكتب وحاولوا تقادوه وتصايبوه بالشكل. راه دابا المهم كما قلت لكم اللي عنده الانترنيت راه عنده كلشي، جميع المعلومات كاينين، انسان يقلب على راسو ما يبقاش جالس مربي يديه وكيتسنى انه الامور تقاد ليه هكاك. لا، الانسان ضروري خصو يتعب وخصو يبحث وخصو يقلب باش انه يعني يلقى واحد الفرص اللي ممكن انها توصلوا للاهداف ديالو في الحياه. نقطة الثانية اللي بغيت نتكلم عليها في هذا الفيديو هي ردوا بالكم من النصابين بالنسبة لهادشي ديال العقود العمل، بحكم انه في واحد الفترة كانت عقود العمل نادرة، شي واحد يكون في المغرب ويلقى عقد عمل في كندا، فكاينين النصابين اللي استغلوا هاد الفرصة وضحكوا على الناس بانهم انا غادي نبيع لك، غنجيب لك كونطرا دو طرافاي وعطيني قد وقد ديال الفلوس، اولا انا راه غندبر لك على هادي وتياخذوا فلوس من عند الناس. الناس ردوا بالكم، كاينين نصابين كيستغلوا الناس، كيستغلوا الرغبه ديال الناس في الهجره، كيستغلوا الياس ديال الناس من حياتهم والحلم ديالهم انهم يبدلوا حياتهم، فكيستغلوها باش ياخذوا من عندهم فلوس. ردوا بالكم، ليش يقول لكم انا غنجيب لك كونطرا تاني مثلا مليون او اعطيني 5000 درهم او اعطيني 6000 درهم باش انا ندبر لك على خدمه، راه هادشي ما كاينش. انتبهوا وردوا بالكم وقلبوا وسولوا، يعني انسان ما يعطي الفلوس وما حتى شي حاجه حتى يكون عارف اشنو كيدير. غالبا وعموما الناس الشركات اللي تيوظفوا من كندا هما اللي كيتكلفوا بالناس، يعني هما اللي كيخلصوا عليهم الاجراءات ديال الهجره وداكشي، ما تيقولوش لك اعطيني فلوس باش نخدمك، هذه خصكم ديروها في بالكم. اذا ردوا البال للنصب، راه كاينين حالات تكلموا معايا وقع لهم هاد وقع لهم نصب، فالانسان كيبقى مجرجرهم وتيبدا يقول لهم كل مره عطيونا فلوس عطيونا فلوس، وفي الاخير تيغبر وفوالا كيولي انسان يعني بحال عاش واحد الحلم وفي الاخر فاق منه كانه حلم وفي الاخر ما تيكون والو. اذا هذه بغيت ننبهكم، ما تخليوش شي واحد يضحك عليكم في هذه المساله ديال عقود العمل. اي حاجه رسميه راه باينه. حاجه اخرى غنتكلم عليها هي كاينين دابا دي كابيني دو ريكروتمون اللي تيقترحوا على الناس عمل. كذلك احد المشتركين صيفط لنا واحد لوفر اللي جاتو مهم من واحد لو كابيني دو ريكروتمون، فكذلك ردوا البال حيت نورمالمون كنعرف انا انه انسان الا غادي يجيب عقد عمل ما تيخلص والو، ولكن كاينين دي كابيني اللي كيطلبوا الفلوس، يعني بحال الشكل ديال لي كابيني دي ميغراسيون اللي كيديروا الاقامه الدائمه كيطلبوا منك الفلوس، يعني الاتعاب ديالهم. فانا ملي مشيت شفت داك الموقع وشفت المحامي اللي مكلف بهم واتصلت بالمحامي، كنظن انه كاينين بحال هاد لي كابيني، يعني غير انسان يقلب. يعني ملي تجيك واحد السميه ديال واحد لو كابيني اللي قال لك مثلا انا راه وسيط اللي غادي نتكلف بهذا الشيء ديال بيرمي طرافاي وهذا، وغيطلب اكيد الاتعاب ديالو، سيروا قلبوا على الموقع ديالو، قلبوا عليه في الانترنيت، شوفوا راه كل كابيني تيكون مع واحد المحامي ديال الهجره، غادي تقلبوا على داك المحامي غادي تشوفوه واش محامي اللي هو مع ديك الهيئه ديال المحاميين اللي يعني معترف بهم، فاكيد راه ما غاديش يمكن يتعامل مع نصاب. هادي حاجه باينه. المهم الهدف من هادشي كامل من هذا الهضره اللي كنقول هو انه الانسان يقلب ويسول، ماشي يجي شي حد مثلا يقول لكم انا كابيني ويبقى يعيق عليكم ويتكلم شويه ديال الفرنسيه وانا غنديك وهذا وتثقوا فيه. لا، دائما الانسان يحط كل شيء، يحط الشك في اي حاجه باش ما يوقعش في ما يكونش ضحيه ديال النصب واحتيال. فوالا دونك هادشي اللي بغيت نقول لكم. اذا كنتمنى عفوا قبل ما نختم لا فيديو بغيت نقول لكم بخصوص لي دوسيي اولا الملفات ديال الهجره الى كيبيك القدام،
دوك العدد الكبير ديال الملفات اللي كنت قلت لكم باللي راه كنظن انه كيبيك او لا يعني مقاطعه كيبيك او لا وزاره الهجره غادي تحبس هذوك الملفات باش تبدا ملفات جداد مع اريما. فبغيت نقول لكم انه لا يعني كندا ولا الدوله ديال كندا ما رفضت لهم ديك المساله، فهما دابا مضطرين انهم هو الاول يتريتيو يعالجوا جميع الملفات القديمه اللي متراكمه على المكاتب ديال وزاره الهجره، عاد ممكن انهم يبثوا في الجديد اللي هو هذا النظام الجديد اللي هو اريما. دونك فقط بغيت نقول لكم هذه المعلومه انه راه تم يعني انه شنو نقول لكم يعني جبروا وزاره الهجره في هنايا في كيبيك انهم يبثوا في هذوك الملفات اللي كانوا بغاو يحبسوهم ويلغيوهم. فهذا اللي حسن الحظ للناس اكيد، لحقاش الناس راه دافعين من هذه سنتين 3 سنوات 4 سنوات وهو كيتسنى، وفي الاخر يقولوا لي راه الملف ديالك صافي تلغى، فغادي تكون واحد يعني واحد الصدمه بالنسبه لهم، واحد خيبه الامل. فهنايا غادي يبثوا فيهم هو الاول، عاد غادي يدوزوا الملفات الجديده. اذا كنتمنى الفيديو يكون فادكم، كنتمنى نكون جاوبت على اغلبيه الاسئله ديالكم، كنتمنى التوفيق للجميع. كاينين كذلك الناس في لي كومونتير اللي تيقولوا لا شنو بغيتوا تهاجروا، علاش تهاجروا تما كاين غير البرد. هنا كل واحد عنده واحد راس حياته كيفاش باغيها، كل واحد عارف اشنو باغي في حياته. كاين اللي كيجي لشي بلاد اخرى تيعيش فيها مزيان تيكون فرحان، كاين اللي كيجي ماشي يعيش فيها مزيان وكيرجع لبلادو. فهنا ما يمكنش نسقطوا التجربه ديالنا حنا اولا نظرتنا للحياه حنايا على الناس كاملين، فحنا كنحس رمون الرندره ديال الناس كاملين، الناس اللي ضد الهجره الله يعاونهم، الناس اللي مع الهجره الله يعاونهم. فكل واحد اكيد عارف الخير فين كاين ليه، وكل ربي فرق الريوس باش يرتاحوا، وكل واحد عارف مصلحته فين كاينه. اذا كنتمنى فقط انه ما يكونش داك الطريقه ديال الاحباط، ديال انه انسان كتهرسو عنده مثلا واحد الحلم انه مثلا يعيش تجربه ديال الهجره وانه يمشي يكتشف عوالم اخرى ويشوف فرصته في الحياه في بلاد اخرى، وكتجي انت كتهرسو بواحد الكلام اللي هو قاسي، لا راك غادي تفشل تما، راه غيقتلك غير البرد. لا، هنا البرد ما تيقتلش، هذه حاجه كونوا اكيدين منها، البرد ما تيقتلش. كيبقى غير كل واحد كيفاش كيشوف الامور، كل واحد كيفاش كيفكر. فهادشي ديجا تكلمت فيه في فيديو سابق. المهم فقط كان فقط ردي على هذا النوع من التعليقات. اذا كنتمنى لكم الخير، كنتمنى تكونوا ان شاء الله استفدتوا من هذا الفيديو. تهلاو فراسكم الى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.